حضرتك اخد اتصالات تليفونيه سريعه. انا بس يعني بعتذر، عارف الاتصالات كتيره زي ما بيبلغوني زمايلي، بس هاخد الاتصالات سريعا. كل واحد او كل سيده في 10 ثواني 20 ثانيه بالكتير جدا عشان اقدر اسمع اجابه. اتفضل يا فندم، مين معايا؟ استاذ محمد بن الشرقيه، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. مهندس محمد مقلد من الشرقيه. سؤالك يا فندم. سؤال يا فندم، احنا حضرتك عملنا مستشفى بالجهود الذاتيه وعملناه على احدث مستوى، تمام؟ وكلمت انا الدكتور حسام قبل كده، كان في برنامج وقال لي هنزل لك لجنه وهتشوف المستشفى. احنا عاملين المستشفى على احدث 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 مستوى. المطلوب المطلوب انا عاوز اشغلها مش اكتر من كده. انا فين فين في الشرقيه؟ فين المستشفى حضرتك؟ في سنموت، مركز من لمح، محافظه الشرقيه. تمام، شكرا لحضرتك. ده اكيد وقت ما كنت حضرتك متحدث باسم وزاره الصحه. تمام، انا بعتذر لحضرتك. استاذ محمد من الدقهليه، انا عاجز الان عن تلبيه طلبك. يعني بقول لحضرتك، بس عايز اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضل سريعا. بقول لحضرتك يا دكتور. اتفضل يا فهم. لو سمحت، انا عندي صفاره في ودني الشمال بقى لها حوالي سنه ونص، ورحت كده كده دكتور وما فيش حل، خدت علاج كتير وما فيش حل. يعني طب هستأذن حضرتك لو تسيب تليفون حضرتك، انا هتواصل مع حضرتك بعد البرنامج واسمع من حضرتك واقول لحضرتك ممكن نعمل ايه. حاضر استأذن حضرتك، بس سيب تليفون حضرتك في الكنترول لو سمحت. تمام. في تاني؟ مين؟ استاذ سعيد من الشرقيه، اتفضل. عفوا، استاذ طارق من اسيوط، اتفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لحضرتك يا استاذ شريف ولضيفك الكريم. اهلا بحضرتك. سؤالك يا فندم. اهلا بيك. حضرتك احنا سؤالنا بيتعلق بتفعيل تحليل البي سي ار بالنسبه لمرضى فيروس سي الذين تم شفائهم من الفيروس، تمام؟ فهناك عشرات الالاف من مرضى فيروس سي تم شفائهم من الفيروس، تمام، ويريدون السفر للعمل بالخارج. فوزاره الصحه تطبق تحليل البي سي، تفعيل الاجسام المضاده بدل من تفعيل الاجسام البي سي ار. فصرح وزير الصحة في شهر 10 الماضي بتفعيل تحليل البي سي ار بدل من الأجسام المضادة بالنسبة للمتعافين من فيروس سي، وذلك عند السفر للعمل بالخارج. ولكن فوجئ الجميع عند إجراء التحاليل بأن هذا القرار مطبق على فئة القضاة. ده أنت هتخلص الحلقة كده يا أستاذ طارق، هتخلص الحلقة. أنا عايز سؤالك سريعا. سؤالي يعني احنا ده مطلب عشرات الآلاف ممن شفي من فيروس سي، تمام؟ لماذا يعني حضرتك كنت تعبان وعندك فيروس سي، ربنا شفاك الحمد لله، وبعد كده عايز تسافر مش عارف؟ مش عارفين نسافر لان الموضوع مهم جدا، هفتحه، ده موضوع مهم جدا. تمام، اخر مكالمه، استاذ سعيد من الشرقيه، اتفضل. اجي يا فندم. اتفضل يا فندم. استاذ سعيد. ايوه معاك يا فندم. ابني دخل المستشفى. سؤالك سريعا. ابني دخل مستشفى جامعه بنها، بصابع ايده كان اتعور ورحنا نخيطه. خرج من المستشفى بعد مستشفى جامعه بنها برضه؟ طلع في مستشفى بنها الجامعي يا فندم. ايوه هو مفيش غير مستشفى بنها الجامعي دي اللي الناس بتشتكي منها ولا ايه؟ الجهاز بيسير 20 سم في 20 سم وصل العظم يا استاذ وائل. وبعد كده حاولت حتى يغيروا للولد. تمام. من الدكاتره هربوا من المستشفى، هربوا من المستشفى. تمام. ايه اغير له يا بواسطه يسرق الغيار من التمريض وبالليل اقفل العنبر واقعد اغير لابني. بقى حضرتك ارفع قضيه على المستشفى دي. المستشفى دي مشاكلها كتير. برضو انا هستاذن حضرتك برضو لو حضرتك تسيب رقم حضرتك، انا هتواصل مع حضرتك واوصل حضرتك مع السيد رئيس جامعه منها والسيد عميد كليه الطب ومدير المستشفى، وان شاء الله هنحل المشكله دي. خليك معايا، انا هحلها لك ان شاء الله. تمام. مستشفى جامعه بنها دي من يعني اكتر المستشفيات اللي بتجي لنا منها شكاوى صوت وصوره. انا مش عارف ايه موضوع المستشفى دي، ثلاث نواب يتدخلوا لحل مشكلات طارئه في هذه المستشفى غير عشرات الشكاوى